يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا قلنا ذو الجلال والإكرام أو مالك الملك أو رب العالمين أو شديد المحال، هل نعتبر هذه أسماء أم صفات؟ أسماء يؤخذ منها صفات، كل اسم يؤخذ منه صفة. السميع يؤخذ منه السمع، والبصير يؤخذ منه البصر، والحي يؤخذ منه الحياة، وهكذا كل اسم يؤخذ منه صفة. ولذلك كانت حسنى لأنها يشتق منها صفات، ما هي بأسماء مجردة فقط، وإنما هي أسماء لها معاني ولها مدلول. نعم.